لا كفايه كده، احنا غوطنا في الميه. احنا في اليومين عدوا بسرعه ما لحقناش ننبسط. هي كده يا حبيبتي، الايام الحلوه بتعدي بسرعه. طب انا عاوزه اروح لبنان. وحياتي وحياتي، ده بيقولوا في مكان اسمه الروشه يروش. ده انت اللي هتروشيني يا حبيبتي. لبنان اصل انا بخاف اركب الطياره. ليه يا حنفي؟ لا بخاف للسواق يكون ما بيعرفش يسوق. بتعرف تعوم؟ اوه سمكه. بتعرف تركب خيل؟ ريح. تخيل بقى لو انت راكب الحصان جوه الميه. ايوه حبيبتي، بس اخاف الحصان يغرق. بس انا ديتها اخد اجازه ازوغ من كيداهم ونروح نقضي اجمل ايامنا في اي مكان يعجبك. هو كل حوار في كيداهم كيداهم كيداهم. حمني من كيداهم دي. خلاص صافيه صافيه. الله الله الله. الله الله الله. يا حبيبتي ما كملتيش اكلك. يعني دلوقتي بقى لنا 3 شهور متجوزين. هو في اكتر من العزا اللي احنا عايشين فيه ده؟ صدقي انا حاسس ان انا في حلم جميل وخايف فجاه الاقي كيداهم هي اللي بتصحيني ويطلع كابوس. خلاص يبقى تعال نجوزنا. انت بتقولي ايه؟ بقول تعال نجوزنا يا حنفي. حبيبتي انا قلت لك كل شيء بوقته. طب ايه رايك يا حنفتي في اللي يعمل لك خطه ما تخرش الميه تخليك تبعد اسبوع عن البيت؟ هي على كتفك. يا عيال يا عيال، انما انا النهارده جايبه لكم حته رحله. انما ايه كده؟ فين دي يا شاذة؟ شرم الشيخ. كده انا مش هبقى معاكم. ايه بس؟ لان ماما استحاله توافق. يا امينه خلي عندك موهبه الاقناع. ايوه لؤي عنده حق. وبعدين هو انت صغيره عشان اهلك يقولوا لك لا ما تروحيش الرحله؟ لا، وايه في كمان مفاجاه تانيه تخص امينه. اللي هي ايه بقى؟ ان شاء الله احمد خالد هيكون في شرم الشيخ ساعه الرحله. ازاي؟ عنده حفله هناك. وانت عرفتي منين؟ يا بنتي انت ما بتقريش جرايد، الاعلانات مغرقه الدنيا كده. طبعا حضرتك طالعه رحله. طالعه وهي الرحله دي عامله كام؟ 1500 باكو ونص. لا باكو ونص ده دي غاليه قوي. يا عم ادفع اللي تدفعه واحنا هنكمل لك، ما تخافش وراك رجاله. لا 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 كده يا جماعه هبقى تقيل عليكوا على الاخر. يعني ايه يا ابني اللي انت بتقوله ده؟ مالكش دعوه، انت هتطلع الرحله يعني هتطلعها، ما تشغلش بالك بحاجه. المهم انت كمان يا امينه تعرفي تقنعيهم في البيت عندك. ربنا معايا بقى. الاحسن دي هتبقى مهمه صعبه قوي، بس كده لازم ابدا بحنفنف. طبعا عندك واحد شاي وصايه لاحلى بابا في الدنيا. شويه شاي في الخمسينة عاملهم لك بايديا يا روحي يا قلبي يا نور عين. يا بابا ده ايه الكلام الحلو ده؟ اكيد يا بكاش عايزه مني حاجه. بص من غير لف ودوران، في موضوع مهم عايزك تساعدني ان احنا نقنع ماما بيه. ماما ده يبقى موضوع كبير قوي. ولا كبير ولا حاجه، اصحابي طالعين شرم الشيخ وعايزين نطلع معاهم. اتجننتي؟ رحله؟ دمك بتخاف عليكي تخرجي من الباب لاول الشارع؟ هتوافق انك تروحي بلد تانية؟ يا بابا بلد تانية ايه؟ هو انا رايحه الصين؟ ولو امك برضو مش هتوافق. بقول لك ايه، توافق ولا ما توافقش، انت هنا راجل البيت، الكلمه كلمتك والشوره شورتك، واللي تقوله لازم يمشي. طبعا. لا بس برضو وامك مش هتوافق. توافق على ايه يا حنفي؟ راسي خالص. لا يا حبيبتي اصل امينه كان البنات صحاباتها عايزين ياخدوها رحله معاهم لشرم الشيخ. شرم ايه؟ احنا بتوع الكلام ده حبيبتي؟ تعرف احنا مالناش في السفر ده ولا لينا دعوه بيه. يا ماما يا ماما عشان خاطري، اصحابي عمالين يتريقوا عليا عشان مش طالعه معاهم. بقول لك احنا مالناش دعوه باصحابك، هم حرين يختي مع اهاليه، كل واحد حر في نفسه، انا ولادي ما يسيبونيش. طب طب ايه رايك يا حبيبتي تاخد اخواتها معاها على الاقل يونسوها؟ اها كانك موافق يا راجل. يا ماما يوافق ولا ما يوافقش، انت هنا الكلمه كلمتك والصوره صورتك، كل بتقولي هو اللي هيمشي. طبعا. يا حبيبتي وبعدين انت مخلفه بنات رجاله يعني ما تخافيش عليهم. النبي حارسهم وصينهم، بس انا قلبي ما يجيبنيش يسيبوني. والنبي يا ماما عشان خاطري وحياتي وحياتي توقف. خلاص يا بنت روح اسال اخواتك. طيب اسالهم في ايدهم ما هيصدقوا. اه
بقولك اساليهم. حاضر حاضر. جنانك يا راجل، بطل تبقى مال بنكيدة. ايه اللي بتعمله مع العيال ده؟ رب شويه، جمد قلبك شويه. هو في معلش معلش، خدت الشر وراحت. معلش معلش، بص يا حبيبتي، بص يا كيداهم، سيب البت تروح الرحله بدل صحابهم ما بيتنوزوا عليهم، خليهم يعتمدوا على روحهم. وبعدين انا ما صدقت. ما صدقت ايه يا راجل؟ صدقت انها تروح الرحله وتاخد اخواتها معاهم عشان اتفرغ لك يا جميل. يا اخويا، ده انا كل يوم عمال البستك جلابيه شكل، واخر الليل بتسيبني وتنام. انت كلام وبس. طبعا. صفيان، عايز اشوفك النهارده ضروري بعد الشغل. هو في مشتري الفرن ابو فريخه ولا ايه؟ الله، هو مفيش بيني وبينك غير الشغل ولا ايه؟ طب تعالى، انا عايزك في حاجه مهمه. خير يا صفي؟ فؤاد، انا اسفه، انا في حاجات في حياتي تمنعني من الحب والجواز والحاجات دي. انا حتى بكره مسافره عشان اغير جو شويه. قلتيلي بقى، تحب اقول لك ايه هي الحاجات دي يا صافية؟ بس العمال يسمعوك، وطي صوتك. حاضر، اوطي صوتي يا معلمة يا كبيرة. بس احب اقول لك ان انا عارف ايه هي الحاجات دي. عارف؟ عارف ايه؟ عارف ان انت معلمة كبيرة قوي، وان انت ساكنة في المهندسين دلوقتي، وعارف ان فؤاد ده واد غلبان ما بقاش ينفع، ساكن في حارة ما بقاش قد المقام يعني. فؤاد، انت كده بتظلمني، حرام عليك. ما بس بقى، كفايه الاسطوانه المشروخه اللي كل شويه تقولها لي دي، كل شويه ترميني بطول دراعك وفي الاخر ترجعي تقولي لي مظلومه. هو مين بيظلم مين يا معلمه يا كبيره قوي؟ بقول لك ايه، انا كنت اتمنى ان انا اعيش عمري كله في الفرن ده لحد ما اموت، بس الظاهر كده خلاص ما بقاش فيه نصيب. من اول الشهر شوفي لك حد غيري يكمل، اظن كده يبقى عداني العيب وعملت باصلي معاكي للاخر. بالاذن يا معلمه، ترجع بالسلامة إن شاء الله. مش هقول لك الكلام ده 100 مرة. الله، تسمع الكلام وخلاص. روحي. لا وليه، حط عليها اول مره تحد يا قلبي، واضح ان الرنه دي للحبايب بس. الو. لو سمحت، هي الطيارة اللي طالعة دلوقتي رايحة على فين؟ الطيارة دي طالعة بيروت. شكرا. حليمو يا حليمو. ايوه انا عمينا معلمة. اموري لغاية دلوقتي معلمك ما ظهرش. انت ليه في مشوار ولا حاجة؟ يا ترى فين بس يا ربي؟ الو. ايوه الله، انت هتهرج على المسا؟ يلا اخويا بالسلامه.
انا مش عارفه بس معلمه في الايام دي بيختص غصات كده مش عارفه ايه هي بيروح فين انا مش عارفه. الله. الو انت تانية اللي ما تسمى انت عاوز ايه بالظبط؟ بتقول ايه؟ مليون؟ مليون ايه يا اخوي؟ ده انا لو منك ابوسه واركنه جنب الحيط، ده ما يساويش عندي مليون مليم، يلا خاب السلام. وفي يا معلم؟ واحد يا اخويا طالبني بيقول لي ان المعلم حنف اتخطف، قالوا عاوزين مليون البتاع الاخضر ده اسمه ايه؟ دونان ده ولا بونان؟ هو ايه الموضوع؟ ما حدش بيتخطف في البلد غير من عندنا ولا ايه؟ انا شعرفني في الايام السودة دي. وما قالولكيش مين اللي خاطف يا معلمة؟ الله، انت عندك فكرة عن اللي خطفوه؟ المعلم حنفي ما تخطفش يا معلمة. ما تخطفش ازاي؟ اذا كان بيقول لك خطفوه في التليفون، هو انت ايه ما بتفهمش؟ المعلم حنفي خطف. خطف ايه يا اخويا؟ اذا كانت لسه جايه لي المكالمه ان هو مخطوف يتقول لي خطف؟ المعلم حنفي خطف صافية يا معلم، خطفها وطلع على لبنان يقضي شهر العسل هناك. المطر منين يا ولد؟ المطر منين يا مخفي؟ ايه ده يا عيال؟ الواحد حاسس انه كان في سجن ولسه طالع دلوقتي. لا برافو عليك يا بنت امينه، اول مره تحسني الاختيار كده. انا طول عمري ما بختارش غير الحلو. يلا ياكش يتمر. صعبه ما تفوتش حقها. بتتوشوشوا على ايه؟ هو ده وقته؟ مش يلا نلحق ناخد الاوض بتاعتنا عشان ننزل نلف في البلد؟ ما يلا بقى. يلا طبعا. يلا يا بنات يلا، كل واحده تطلع بطاقتها عايزين يصوروها في الريسبشن. انا اكدت عليهم ان الاوض كلها تبقى على السي فيو. ايوه كده، خلينا نفتح البلكونات نشم نفسنا ونشوف المية والهواء بقى. يا ليلى مراد خفي شويه، انا بنفسي هروح اطمنك ان الاوض كلها على المية والهواء. ارجوك. يا سلام. يلا يلا بينا. الله الله الله. بصي لي يا حبيبتي بصي لي. ايه وعيت لك ايه دور عليه دور. الله 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 الله, الله يا حنوفه، المكان يجنن، فظيعه الروشه دي. ايوه إيه، وانتي تجنني وتهبلي كمان يا حبيبتي. دي حاجه ترد الروح يا حنوفه. طبعا يا حبيبتي، معايا انا مع حنفي هتشوف اللي عمرك ما شفتيه. ايه بتضحكي على ايه؟ كنت حنفي بضحك على اللي اسمها كده، من زمانها بتلف حوالين نفسها وفاكره فعلا انك اتخطفت. تلف حوالين نفسها الواد شحته لما غير صوته وقال المعلم حنفي اتخطف، يا تدفعي الفديه يا اما نقتله. عارفه كان ردها ايه؟ قالت له ايه والنبي؟ قالت له اقتله، مش عايزاه، مش هطلع فيه ولا مليم. واضح انها بتحبك قوي يا حنوفه. خديني اعملها فيها انها يمكن تكون شكت في الواد شحته. تفتكر؟ ما هو ردها ده غريب برضه يا صافية. لا ده طبيعي ونص وثلاث ارباع، كيداهم دي تبيع ابوها وعيالها والجيران كمان، ولا تختارش ولا مليم. ايوه تبيع ابوها، انما تبيع جوزها وارد يا حنفي. هسأل سؤال وترد عليه وترد. حنفي حكا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  انت هتقاك يا معلم حنفي. كايداهم انت تعرفت ازاي لنا هنا؟ عرفت ازاي؟ شميت على ظهر ايدي. اللي خطفوك يا معلم دفعت لهم الدية وجيت لك لغايه لبنان عشان استلمك. كايداهم انا هفهمك كل حاجه. هتفهمني على ايه يا معلم يا اللي قد الدنيا؟ بعد ما اخدك بتشتغل عندي حته صبي، وخلفت منك ثلاث بنات وكبرتك وعملتك معلم قد الدنيا، تروح تتجوز عليا وتتجوز عليا مين؟ واحده زي دي؟ بقول لك ايه؟ لا 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 لا، ده انا قمر ورجاله البلد كلها تتمناني، لولاش بس حنفي نفسه حلوه تواضع وتنزل واتجوزك يا استكيداهم. ايوه صح،
الله 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 ويا اختي اسم الله وشوف ما شاء الله 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 ويا اخويا اسم الله وشوف يا اخوانا. بتقول ايه يا حبيبتي؟ يا اخوانا بقول اللي سمعتيه ده يا اخوانا. يا اخوانا بلاش فضايح كده فيروز تزعل مننا. انت لسه شفت مني فضايح؟ ده انا لسه هديلك من المنقه يا خاري يا ابو البنات. انت اللي جبته لنفسك عشان جبت واحده من الشارع واتجوزتها وحطيت راسها براسي. يا اخوانا كده هنتفضح. صافيه اطلعي انت دلوقتي. اسفه مش هطلع يا حنفي الا ما اشوف اخرتها ايه مع الست اللي اسمها كيداهم دي. عشان خاطر اطلعي يا صافيه قلت لك اتفضلي. ماشي يا حنفي. يلا بس ليه كلام معاك فوق. ايوه فوق مش هنا. مش يا ابو الرجاله اتفضلي 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 شغلي الاسانسير. ايه ما تلمسي ايدي دي خالص. انيش ما تزقنيش وانا بحذرك. اوعي تزقيني. انت مش فاهم الموضوع. انا هفهمك. انا عملت كده مصلحه مش جواز. انا عملت كده عشان فلوسنا. فلس عينك خارج. فلوس ايه يا راجل انت اللي بتتكلم عنا؟ ده الفلوس على قلبك بسم الله ما شاء الله. اكوام اكوام ايه يا ابو عين فارغه بقى عشان 3 4 مليون جنيه تتجوز على كيدهم ام بناتك؟ 3 4 مليون جنيه؟ انا بتاع 3 4 مليون جنيه. المخزن فيه 9 10 مليون جنيه. اسمع يا حنفي بقول لك يا حبيبي شويه دول ما يلعبوش عليا ما يجوش معايا يا روحي. ده انا كيداه وما تبعش الميه في عرض السقايين يا حبيبي. انا يبقى معايا الفرخه دي وبص وبص الكتكوت برضو. ماشي يا ديك يا شركاسي ماشي يا اخويا اللي فرط قرفك. الله اكبر عليه. والله الله 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 بلاش يا اخت اسم الله. انا بسم الله. لا يا حبيبي ما يخلش عليا الكلام ده خلاص. انا بقى لعلمك انا جيت لك هنا لبنان عشان ارجع من المدعوقه دي ورجل على رجلك على مصر. حاضر. سامعني ولا لا؟ حاضر حاضر اطلعي انت ريحي وانا هطلع مع صفيه. يكون في علمك يا ديك البرابر يا حنفي انت اللي اخترت تبقى جوز الاثنين يعني الدوينتو التوينز. انت كنت نايم عندها امبارح النهارده هتنام في اوضتي وعلى سريري. قلت ايه؟ فهمني؟ طبعا. بلد غريبه زي دي
حبيبتي بس يا حبيبتي، احنا في نفس الدور مع بعض، اول ما تعوزيني في ثانيه هتلاقيني هنا قدامك. اه ما هو باين من اوله شهر عسل مهبب بهباب، وطبعا طول ما الست هانم اللي اسمها كيداهم قاعده تنقلي وتغرلي في حاجه عمري ما هشوف خير. ده ايه القرف ده؟ ولا قرف ولا حاجه، بس يا حبيبتي ما تضايقيش، ده ابتلاء، ابتلاء من ربنا سبحانه وتعالى علينا، ابتلاء ولازم نصبر عليه. وعارفه لو صبرت انا وانت على ابتلاء كيداهم صافيه هنخش انا وانت الجنه. جنه ايه في النار اللي انا فيها دي يا اخي؟ ده شهر عسل بتاعي انا، ومن حقي جوزي يبقى معايا انا. ليه يا اخي عايز تحرمني من احلى ايام في عمري؟ اغصى عليك يا حبيبتي. حبيبتي يا حبيبتي معلش، ما هو الشرع بيقول ان لازم اعدل بينكم. شرع؟ هو ده بس الكلمه الوحيده اللي اتعلمتها من الشرع؟ معلش يا حبيبتي معلش. انت عارفه، انت عارفه يا صافيا كيداها وشرها لازم نتقي شرها، وعلى رأي المثل البحر ما يتعكرش من الترعة، وانت عسل البحر وهي الترعة. يا اختي اسمع الله، بحر ايه وترعة ايه اللي انت قاعد تتكلم فيهم دول؟ بقولك ايه، انا ما يهمنيش من اللي اسمها كيداهم دي، والعلمك بعد كده ما تبقاش تعملي فيها بالرجاله وتقعد تقولي انا كلمتي اللي بتمشي، انا ما حدش يقول لي حاجه، وكل ما ست تقول لك حاجه تقول لها طبعا طبعا. معلش يا اصلي ماليش في رقصه قوي يعني. هو مين فينا يعني اللي بيعرف يرقص؟ ما تيجي تنبسطي شويه. معلش يا اصلي كمان دايخه شويه يعني. سلامتك. باي باي، انجوي بقى. ماشي يا حنفي، وتقول لي جواز مصلحة يا ابو البنات. ايه يا حنفي يا حبيبي، احنا نقضي الوقت قاعدين كده في الاوتيل؟ مش تطلع عشان نخرج بقى نشم الهوا؟ ايوه يا حبيبتي، عايزانا نعمل ايه يعني؟ عايزك تاخدني تعشيني بره. مش كفايه من ساعه ما طبيت عليك وانا عماله الف لغايه لما اشتريت شويه هدوم حلوين وراك في الحته الكناري اللي نقيتها لك؟ تجنن عليك، عايزانا نروح فين يعني؟ عايزك تعشيني في المحل الحلو ده اللي كنا بنروح نستلم من عنده البضاعه، الراجل ده اللي كان بيعزمنا فيه. اه سيما ابو الفوارس. ايوه هو المخفي ده، ودينا هناك، ده انا بتوحن على اكله، اكله حلو قوي. يعني انت عايزه تروحي تاكلي هناك؟ يا ريت يا حنوفتي يا حبيب قلبي يا ابو بناتي، انت يا قمر، انت تأمر يا جميل تأمر. بحبك بحبك يا عيني. خلاص هنروح ناكل هناك، بس الاول اطمن على صفيه. نعم. صفيه ايه يا راجل معكره ايه؟ ما تسيبها مرزوعه زي ما هي قاعده، هجرى لها ايه؟ هتخلل ولا هتخلل ولا هيجي العفريت يهافه؟ برضه ما هو الشرع بيقول لازم اعدل بينكم. نعم يا خيه، تعدل بينه وبين مين؟ انت هتقارني بالمخفيه دي؟ اسمع، لا تقوم جننت، لا تلاقي نفسك ولا تلاقيها النهارده موجودين هنا، هخلص عليكم. اخس عليك يا حبيبتي، معقوله كيداهم المعلمه كيداهم تغير من بنت زي دي؟ نعم دي مين دي اللي غير مين؟
نفسهاش نكلف سوق النسوان. اديك قلتيها وعلى راي المثل الدرع ما تعكرش البحر وانت عسل البحر وهي الترع. يكون في معلومك بقى كمان يا حبيبي. ايوه. ان انت لا بتعرف تعوم في بحر ولا في ترع، انت كبيرك تغرق في شبر الميه. ايه قولك يا حبيبي؟ طبعا. ايوه حبيبي الحمد لله كويسه، وانت كمان وحشتني قوي. وصلت النهارده الله يسلمك. انت هتيجي امتى؟ بكره الساعه كام؟ طيب تمام، اول ما تيجي كلمني علشان اجي اقابلك. هحاول ازوغ من المقاريض اللي معايا دول. حاضر يا حبيبي، خد بالك من نفسك. لا اله الا الله. باي. محمد الرسول الله، اللهم قوي ايمانها اكتر واكتر يا رب. كنتي بتكلمي مين يا قطه بالحنيه دي كلها؟ انت جايه هنا عشان تسحبي وتراقبيني ولا ايه؟ دي تلاقيها كانت بتكلم ظابط ورايح يحارب، بتقوله لا اله الا الله. ايه خفه الدم دي؟ هما اللي بيروحوا يحاربوا بس اللي بيقولوا لهم لا اله الا الله وعاملاني بس محجبه وبتفهمي في الدين؟ ما تغيريش الموضوع يا امينه وقولي كنتي بتكلمي مين. خلاص اتقفشتي، مالكيش دعوه. ماليش دعوه. طب احنا بقى هنعرف بطريقتنا ولا كريم؟ تعالي بس قولي لي طريقتكم دي اللي هي ايه؟ 4 4 2؟ لا ونبي تضحكي. كرامه للنبي، كلمه مره اضحكي يا بنت. انزلي انزلي. ايه يا بنت الخفه دي؟ ديتها يعني مش ربنا يهدي. بقولك ايه، انت من امتى بنت بتتفهمي في الكوره؟ يبقى كنت بتكلمي لعيب كوره. برافو عليكي، برافو. كنت بكلم عماد متعب. يلا يا كدابه يا كدابه، انا عارفه انك بتحبي عمرو زكي وزملكاويه، اكيد كنت بتكلميه. ارحمني يا رب، ارحمني يا رب يرحمك عشان نخلص منك. اهي بتتكلم في التليفون، سالتها بتكلم مين؟ بتكلمي مين؟ بس يا بت بت يا بت العصير هيقع. كنت بكلم امك وابوكي، قافلين تليفوناتهم بقالهم شويه وقلقت عليهم. طبعا طبعا ما صدقوا يخلصوا منكم انتوا الاثنين، وتلاقيهم دلوقتي بيعيدوا الايام الخوالي. يا بختك يا كيداهم انتي وحنفنف. ازيك يا حنان؟ وحشاني وحشاني قوي. طمنيني عليك يا بنتي، عامله ايه انتي وهشام؟ مبسوطين؟ بركه يا بنتي، الف الف بركه. ها هترجعوا امتى ان شاء الله؟ ياه ده لسه بدري قوي، انا مش عارفه شهر العسل ده عملته في مكان بعيد قوي كده ليه. انا كويسه قاعده لوحدي طبعا يا حبيبتي، ما انت عارفه ولاد خالك في شرم الشيخ وخالك هو وصافيا في لبنان. الحاجه الغريبه قوي بقى الوليه اللي اسمها كيداهم، لا حس ولا خبر، يا ترى راحت فين داهيه دي؟ ايه مالك سرحانة في ايه؟ عارف يا احمد، نفسي بعد ما نتجوز نروح الجزيرة البعيد اللي هناك دي، انا وانت بس، وساعتها تغني لي انا لوحدي. انت عارفة حبيبتي ليه كل البنات عندهم الحلم بتاع الجزيرة ده بالذات؟ انت عارف ليه؟ طبعا، مش خريج علم نفس ولا ايه؟ طب قول بسرعة. بص يا ستي، في عالم نفس كبير اسمه كارل يونغ، الراجل ده ستي كان بيقول ان الحلم ده موجود عند كل البنات، اي بنت نفسها تعيش مع حبيبها في جزيرة لوحديها، وطبعا الحلم ده موروث عن حواء وآدم، لان حواء وآدم كانوا عايشين في الدنيا لوحدين. ايه ده ايه ده، هو انا معايا دكتور نفساني وانا مش واخده بالي ولا ايه؟ بص بقى انا هعمل حاجه، انا هقعد هنا اهو وانت تيجي تحلل لي شخصيتي زي الدكاتره النفسيين بالظبط. انت عارفه انا في حاجه غريبه قوي حاسس بيها. ايه هي؟ انا كمان عندي نفس الاحساس ده بالظبط، نفسي دلوقتي اخدك بعيد في جزيره لوحدينا ونعيش مع بعض. لا يا بيه، احنا صعايدة وما عندناش الكلام ده بيحصل غير بعد الجواز، مفهوم؟ الله 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 الله، هو انا اي حد ولا ايه؟ لا انت مش اي حد، بس يعني لحد ما نتجوز انت اي حد، لكن بعد الجواز يعني هتبقى جوزي وحبيبي وكل حاجة ليا في الدنيا. حنفي حنفي، حنفي.
نور يا دكتور. اهلا وسهلا. اهلين. اهلا. الاقي عندك حبوب منومه لونها ازرق؟ لونها؟ الاقراص ما هي بلونها، الاقراص بمفعولها. اه طبعا عندك حق يا دكتور، كتر خير الله لو اني وزلمه طيب زيك يا دكتور. اصل انا كنت بستعملها في مصر بس انا نسيتها في مصر ولازم اخدها عشان عندي صداع جامد قوي وعايزه انام. اوكي دي بقى. خلوهم 6 علب ولا 10؟ 6 فقط. زي بعض مش مشكله. اتفضلي. كتر خيرك دكتور. هو المفعول بتاع العلب قصدي المنوم بيشتغل بعد قد ايه؟ لا مفعولها سريع، ربع ساعة ويبتدي مفعولها. الله عليك عز الطلب. الله يخليك. متشكرة قوي يا دكتور. طب احسب لي تمنه بكام بس بالدولار من فضلك. حنفتي حنفتي. لا 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 انت لسه نايم يا ابو البنات. يا اخويا الصباحية مباركة يا عريس. لا 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 ايه يا ابو البنات، انت هتقضي السفرية نوم ولا ايه؟ ايه ده؟ يا كده لابسه كنت فين بدري كده؟ ولا حاجه يا حبيبي، انا لقيتك رايح في سبع نوم قمت اتشخر ولا ارد عليك، كنت اتشخر ولا ارد عليك. قلت يا بنت انزلي اقعدي في الريسبشن اللي تحت ده شويه لغايه لما يشبع نوم ويقوم براحته. ده ايه الحنيه دي كلها؟ انا طول عمري حنين عليك يا ابو البنات بس انت اللي مش واخد بالك. واخد بالي يا عسل. بحبك 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 خمسه بحبك في وش العدل. يا حبيبي يا ابو البنات قوم 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 يلا قوم 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 يا حبيبي قوم قوم يا روحي قوم. لازم يعني؟ حاضر قوم يا روحي يلا. حاضر. يلا صحصح كده وفرفش يلا. حاضر يا حبيبي. يلا يا حبيبي يلا. اروح فين؟ يلا هخش الحمام اخد حمامك بقى يلا. طيب يا حبيبي. صباح الفل والقشطه والياسمين يلا حبيبي. هو نقلوا الحمام؟ لا يا حبيبي مش هنا. جري يا ابو البنات يا دلعك اخص عليك يا حنفتي. مش هنا يا راجل. ايوه يا حبيبي هو ده. ربنا يخليك ليا يا ابو البنات وحشتيني. شهر العسل انا وانت، انا وانت والميه ومفيش اي حاجه تانية حوالينا. بصراحه البنت امينه اختك دي طلعت بتفهم. لا صحيح عملت فينا معروف انها جابتنا هنا. اسكت يا حليم وده انا زوخت منهم بالعافيه. احلى حاجه هنا الهدوء، حاجه تهدي الاعصاب بصحيح وتخلي الواحد باله رايق للحب يا بنت. فاشل انا لسه في عز شبابي. امال مالك يا راجل مخست عليه؟
خستع ايه الدنيا في العتاق. طبعا شباب ايه جنبك ده، انت الله اكبر، خمسة وخميسة عليك، عيني عليك بردة. وبعدين انت دلوقتي ايه ده، انت جوز ايه؟ توينز يعني اتنين دوينتو. دوينتو. بقول لك ايه يا كايدة، ايه قعدت معاكي يومين بحالي مع حبيبتي، بقول يعني اكبر بخاطر صفية وراح اقعد معاها يوم. وماله يا حبيبي؟ طبعا لازم تكبر بخاطرها، للنرز ونجد ده انت تنام على الموضوع ده، ما تجيش لو انت جايب فلوس ده معاك، دي فلوس بناتك وفلوس مراتك ومولادك. يعني مش هتزعلي يا كايدة؟ هزعل، عمري ما ازعل منك يا ابو البنات، ده انت حبيبي الحب الاول والاخير، انت يا ابو بناتي يا قمر. لا 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 مش هروح، وبعدين حد يسيب البحر ويروح للترعة برضه. يا اخويا ولا يهمك، يبقى غمض عينك وبربط. مش بربط كده. بقول لك ايه، حاول دست الميه دي معايا عشان اصل انا بعطش في السكه. تعطش في السكه؟ وهيكون جالك سكر يا حنف، لو جالك سكر صف له شويه نمل. حلوه حلوه كده يا حبيبي. روح. ما تعرفش انا حاسس بايه. سلامه يا حبيبي. نوم العوافي يا حنفي.